الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منكم الأعمال الصالحة وأن يغفر لنا جميعا ما يحصل من تقصير وزلل، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا من المستمرين على الطاعات المواظبين على الصلوات، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدها لدينه العودة الحميد، وأن يزرع في قلوب هذه الأمة محبة الالتزام بطاعته والسير على مقتضى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبعد، نواصل ما ابتدانا به من قراءة كتاب الوضوء المختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر رضي الله عنه فعرفها فناداها: ألا قد عرفناك يا سودة، أما إنك والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى وإن في يده لعرقا، فدخلت فذكرت ذلك له، فقالت: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن أن تخرجن في حاجاتكن. ذكرنا بالأمس عددا من الأحاديث التي فيها شيء من الأذكار، ومنها أن يقول الإنسان قبل أن يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. و ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وذكرنا ما ورد من الحديث من النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط واستدبارها، وذكرنا ما ورد من النهي في ذلك حديث ابن عمر أنه صعد فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو قد استقبل بيت المقدس واستدبر القبلة. وذكرنا من أوجه الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك أن يقال بأنه عند الفضاء ينهى عن قضاء الحاجة مستقبل القبلة أو مستدبرها، وأما إذا كان في البنيان فإنه يعفى عن ذلك. حديثنا في هذا اليوم حديث عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن، يعني إذا أرادت الواحدة منهن قضاء حاجتها من البراز لم تخرج إلا بالليل، فكانوا لا يخرجن بالنهار رغبة في الستر وعدم مشاهدة الناس لهن وهن يخرجن لقضاء الحاجة.
فكنا يخرجنا إلى مكان يقال له المناصع، قال: وهو صعيد أفيح، أي مكان واسع متسع ومتساو. فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، أي مرهن بلبس الحجاب بحيث يغطين جميع أبدانهن. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل لعدم نزول ذلك بوحي من عند الله تعالى. قال: فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي من أجل قضاء حاجتها، وكان ذلك ليلا عشاء. وكانت سودة امرأة طويلة جسيمة، أي أنها بدينة لا تخفى على من يعرفها، بمجرد مشاهدتها يعرف أنها فلانة ولو كان ذلك في الليل. فراها عمر، رأى سودة فعرفها، فناداها: ألا قد عرفناك يا سودة، أما إنك والله ما تخفين علينا، بل نعرفك بمجرد مرورك. قال عمر: فانظري كيف تخرجين، أي ليكن من شأنك أن تخرجي على طريقة لا يعرفك بها أحد. وكان عمر يحرص بذلك على أن ينزل وجوب الحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية الحجاب، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قالت: فانكفأت سودة، أي أن سودة رجعت إلى بيتها بعد نداء عمر لها. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، يعني في بيت عائشة، وإنه ليتعشى، وإن في يده لعرق، يعني عظم عليه بقية لحم. قال: فدخلت، يعني سودة، فذكرت ذلك له، يعني لقاء عمر بها ومناداته لها، فقالت: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت عائشة: فأوحى الله إليه، يعني فأنزل الله قرآنا يتلى، ثم رفع عنه، أي ارتفع الوحي، وإن العرق في يده ما وضعه. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه قد أذن أن تخرجن في حاجتكن، يعني إذا أرادت الواحدة منكن قضاء حاجتها فتخرج بعد أن تحتجب. ففي هذا جواز خروج النساء من بيوتهن لقضاء حوائجهن، وقد جاء في النصوص تقييد ذلك بإذن الزوج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن إحدى نسائكن الخروج إلى المسجد فليأذن لهن. وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فدل هذا على أنها إذا أرادت الخروج تستأذن من زوجها، وهذا هو مقتضى عقد الزوجية، إلا أن تشترط المرأة على زوجها في العقد شيئا. وفي هذا الحديث موافقة الوحي لأقوال عمر رضي الله عنه، مما يدل على فضيلة عمر رضي الله عنه.
وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر أمرا شرعيا إلا بناء على وحي. وفي هذا الحديث معرفة المرأة بهيكلها وجسمها، وفي هذا دلالة على أن المرأة قد تعرف ولو كانت محتجبة. وفي هذا الحديث من الفوائد خطاب الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية بما لا يكون فيه اختصاص للحديث بين الزوجين، فقد خاطب عمر سودة رضي الله عنها. وفي هذا الحديث نصيحة الرجل لامرأة صاحبه بما يكون عائدا عليها بالخير وبالتزام الشرع. وفي هذا الحديث وجوب لبس النساء للحجاب، وظاهر هذا أن الحجاب لا تعرف معه المرأة، مما يدل لأحد القولين في أن المرأة يجب عليها عند وجود الرجال الأجانب أن تغطي وجهها. وفي هذا الحديث جواز الأكل بعد صلاة العشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعشى، وسودة إنما خرجت عشاء. وفي هذا الحديث أكل اللحم بالليل، وأنه لا حرج فيه ما لم يكن منه مضرة. وفي هذا الحديث جواز دخول المرأة على بيت جارتها زوجة زوجها، كما دخلت سودة في بيت عائشة رضوان الله عليهن جميعا. وفي هذا الحديث أيضا شكوى المرأة من الرجل الأجنبي إلى زوجها. وفي هذا الحديث أن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه. وفي هذا الحديث جواز أن يتحدث الإنسان وهو على الطعام، ولو أدى ذلك إلى اشتغال عن الطعام يسيرا. وفي هذا الحديث ما تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، الآية. وفي الحديث الإذن للنساء بالخروج من بيوتهن من أجل حاجتهن. أحسن الله إليكم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج لحاجته يدخل الخلاء، أجيء أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء وعنزة، يعني يستنجي بالماء، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته، يعني خرج من البنيان، وكانوا يقضون حوائجهم خارج البنيان، يدخل الخلاء يعني محل قضاء الحاجة. أجيء أي آتي. وقال: وأنا وغلام منا معنا إداوة، أي أنهم يحملون الإداوة، والإداوة جلد أو إناء من جلد، إناء صغير، ويكون فيه الماء في الغالب. قال: معنا إداوة وعنزة، والعنزة عصا يتوكأ عليها، ويعني يستنجي بالماء، يعني يسلمون إليه الماء من أجل أن يغسل الخارج من السبيلين بذلك الماء، فإذا فرغ من حاجته أي قضاها ناولناه الإداوة التي فيها الماء. ففي هذا
من الفوائد خروج الإنسان إلى خارج البنيان لقضاء حاجته، وأنه لا حرج من قضاء الحاجة في البرية. وفي هذا الحديث جواز خدمة أو مشروعية خدمة الرجل لصاحب المكانة، ومن ذلك خدمة ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم في إحضار الماء. وفي هذا الحديث الاستنجاء بالماء عند وجود الخارج من السبيلين، وأن ذلك كان معهودا في ذلك الزمان، وكان بعض الفقهاء ينكر الاستنجاء بالماء ويرى أنه ينظف الخارج من السبيلين بغير الماء مما يسمى استجمارا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستنجاء. وفي الحديث جواز نقل الماء من أجل الطهارة. وفي الحديث أيضا التعاون على العمل الخير الصالح، ولذا تعاون أنس مع الغلام. وفي هذا الحديث أيضا حمل العصا الصغيرة مما يسمى عنزة من أجل أن يتوكى عليها، ومن أجل أن يصلى إليها، ومن أجل أن يحتمي الإنسان أو يضعها سلاحا يحتمي به بأعد الله تعالى مما قد يعترضه من الهوام ونحوها. وفي هذا الحديث جواز الصلاة إلى العنزة باتخاذها سترة، فإنها لم تكن تنقل إلا لذلك. أحسن الله إليكم. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه. قوله في هذا الحديث إذا شرب أحدكم يشمل شرب الماء ويشمل شرب غيره من السوائل كالعصائر ونحوها. قال: فلا يتنفس، أي لا يخرجن نفسه في أثناء شربه بحيث يبقى أثر النفس في الإناء. قال: وإذا أتى الخلاء، أي إذا حضر أحدكم إلى مكان قضاء الحاجة فلا يمس ذكره بيمينه، أي لا يستنجي ولا يمسك ذكره بيده اليمنى، فينهى عن المسح وينهى عن مجرد المس. وقد جاء في بعض الروايات: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، وفي بعضها زيادة: وهو يبول. فأخذ من هذا أن النهي إنما يكون حالة البول، فأما إمساك الذكر باليمين في غير تلك الحال فإنه ليس منهيا عنه. وهذا يسمى عند الأصوليين حمل المطلق على المقيد، فإنه في لفظ قال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، وهذا مطلق في جميع الأحوال. ثم قال في لفظ آخر: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وهو يبول جملة حالية تسمى عند الأصوليين صفة، لأن الصفة عند الأصوليين أعم من النعت الذي يذكره النحاة، فإن المضاف إليه يسمونه صفة،
والحال يسمونه صفة، وكل ما فيه تقييد للحكم بوصف أو بحال يسمونه عند الأصوليين صفة. فيفهم منه لما قال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، يفهم منه أنه في غير حال البول لا ينهى عن إمساك ذكره بيمينه. قال وإذا تمسح أحدكم، في بعض الألفاظ إذا بال أحدكم، وفي بعضها تمسح يعني غسل ذكره. قال فلا يتمسح بيمينه، أي لا يكن من شأنه أن يستنجي بيده اليمنى. ففي هذا النهي عن التنفس والنفس في الإناء، وفي هذا مشروعية الاستنجاء بعد قضاء الحاجة وبعد البول. وفي هذا الحديث النهي عن أن يمسك الإنسان ذكره بيده اليمنى حال بوله. وفي هذا الحديث النهي عن الاستنجاء باليد اليمين. أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: وكان يحمل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إداوة لوضوئه وحاجته. قال اتبعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت فدنوت منه، فقال من هذا؟ فقلت أنا أبو هريرة، فقال ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار أحملها بطرف ثيابي، فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن حتى إذا فرغ مشيت معه، فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن. فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما. قوله عن أبي هريرة وكان تفيد الاستمرار والدوام، وكان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة. تقدم معنا أن الإداوة إناء صغير من جلد في الغالب يوضع للسوائل. قال لوضوئه، يعني يجعل للماء الذي يتوضأ منه. قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، فيه جواز أن يتبع الإنسان صاحب المكانة ليخدمه. وفي هذا الحديث أن الشأن الأول أنهم كانوا يخرجون من البنيان لقضاء الحاجة، وفي الحديث شأن النبي صلى الله عليه وسلم في كونه لا يلتفت، وفي الحديث جواز قرب الإنسان من غيره حال قضاء حاجته بحيث لا يرى شيئا من عورته. فقال من هذا؟ فيه السؤال عن الآخرين بهذا السؤال، وأنه لا يعد نقصا في الأدب. قال أبو هريرة، فقلت أنا أبو هريرة. قال ابغني، فيه استخدام الرجل المتبوع لمن يتبعه. قال ابغني يعني ابحث لي وأحضر لي أحجارا، وهي جمع حجر، وهي الحصات. أستنفض بها أي أتنظف من الخارج من السبيل بها. قال ولا تأتني بعظم ولا روث، والمراد بالروث أثر الحيوان، أثر الحيوان والخارج منه. قال فأتيته بأحجار، استدل بهذا
جماعة على أنه لا بد في الاستجمار من عدد من ثلاث فأكثر، كما هو مذهب أحمد وجماعة، لما ورد في الحديث من استجمر فليوتر. قال: فأتيته بأحجار أحملها بطرف ثيابي، فيه حمل الحجارة في طرف الثوب. قال: فوضعتها إلى جنبه، يعني قريبا منه لأنه كان يقضي حاجته. قال: وأعرضت عنه، أي ابتعدت عنه وانصرفت من أجل أن يترك له مجالا في قضاء حاجته. قال: فلما قضى، يعني من حاجته، أتبعه بهن، يعني أتبع الحاجة بهذه الحجارة. قال: حتى إذا فرغ وتنظف واستجمر مشيت معه، أي رافقته في مشيه. فسأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال العظم والروثة؟ لماذا لم تطلب، أو لماذا استثنيتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما من طعام الجن، ولذا لم يرد أن يكدر على الجن طعامهم بكونه يستنجي به. قال: وإنه أتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن، يثني عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسألوني الزاد، أي طلبوا مني أن أذكر لهم نوع الأكل الذي يجوز لهم أن يأخذوه. قال: فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما. فهذا الحديث فيه فوائد، منها خروج الإنسان خارج البنيان لقضاء حاجته، ومنها جواز قرب الإنسان ممن يقضي حاجته إذا لم يكن مشاهدا لعورته. وفي هذا الحديث القرب من الإنسان حال قضاء حاجته، وفيه سؤال من تقابل: من أنت، أو من هذا، كما فعل مع أبي هريرة. وفي هذا الحديث كنية الإنسان ولو لم يكن له أولاد. وفي هذا الحديث جواز الاستجمار بالأحجار، وفيه أن من كان قادرا على الاستنجاء بالماء لا يلزمه ذلك، وإنما المعول عليه زوال النجاسة في محل الخارج، فإذا زالت بالاستجمار أو الاستنجاء أجزأ ذلك. وفي الحديث من الفوائد عدم جواز الاستنجاء بالعظام أو بالروث، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن العظام والروث يكسوها الله تعالى لحما لحاجتهم. قال في الحديث أيضا: التقاط الحصى من أجل تيسير استخدامها في الاستجمار أو في غيره. وفي هذا الحديث سؤال الإنسان عما قد يستشكله، ولذا سأل عن العظم والروثة. وفي الحديث بيان أن العظام من طعام الجن. وفي هذا الحديث دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء اليهود. وفي هذا الحديث ذكر تفضل الله تعالى على الجن بأنهم لن يمروا
بعظم ولا روثة إلا كان عندها من يقوم بتفقدها وتسجيل من يرد إلى المسجد. أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. قوله أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، الغائط في الأصل المكان المنخفض، المكان المنخفض، فذهب إلى المكان المنخفض من أجل أن يقضي حاجته. قال: فأمرني، يقوله عبد الله بن مسعود، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار من أجل أن يستجمر بها. قال: فوجدت حجرين والتمست الحجر الثالث فلم أجده. قال: فقال ابن مسعود: فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة، لأن الأحجار يجوز الاستجمار بها بخلاف الروثة. وقوله هذا ركس يعني إذا أدخلت الروثة على محل قضاء الحاجة فإنها ستتنجس وبالتالي تصبح نجسة. هذا، وأسأله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير، أن يجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يؤلف ذات بينهم وأن يولي عليهم خيارهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.